والجديد في العروض تاع الافتتاح راح نكون اول متعامل افريقي يطلق سرعة 1.2 جيجا بنفس التسعيرة اللي كانت بها 1 جيجا، اي تسعيرة 1.2 جيجا بايت حتكون 4200 دينار جزائري، راح يكون اول بلد افريقي يطلق هذا التدفق العالي. هناك تغير في باقة العروض، يعني باقة العروض FTTH راح تبدأ ب 15 ميجا، يعني وسرعة 20 ميجا نحيناها ولا 30 ميجا، أي الزبائن حيتحصلوا سرعة 30 ميجا بنفس التسعيرة الحالية تاع 20 ميجا. الزبائن اللي كانت عندهم سرعة تاع 50 ميجا حيتحصلوا على سرعة 60 ميجا بنفس التسعيرة تلقائيا ومباشرة، يعني احنا سيان باسكيلمون دوفيس. الزبائن اللي كانوا في 100 ميجا حيتحصلوا على 120 ميجا بنفس التسعيرة. الزبائن اللي كانوا في 200 ميجا حيتحصلوا على 240 ميجا بنفس التسعيرة. والزبائن اللي راهم في تدفق 1 جيجا حيتحصلوا على 1.2 جيجا بنفس التسعيرة. وهذا ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله.